استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اليوم في قصر الصخير بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والوزراء. استقبل جلالة الملك المعظم الموسيقار العالمي أندري ريو وعدد من أعضاء أوركسترا يوهان شتراوس للسلام على جلالته بمناسبة زيارتهم للمملكة لإقامة حفل الموسيقار العالمي أندري ريو على مسرح الدانا. ورحب جلالة الملك المعظم بالفنان أندري ريو ومرافقه وأشاد بما حققه من نجاحات في مسيرته الفنية وما يحظى به من شعبية وشهرة على المستوى العالمي وإسهاماته في إثراء الموسيقى العالمية وما يقدمه من أعمال موسيقية وفنية متميزة وما يتميز به من موهبة فنية راقية في الأداء والعزف وذلك كأحد أبرز الموسيقيين الكبار في العالم متمنيا جلالته له ولمرافقه كل النجاح والتوفيق في زيارتهم للبحرين وفي أعماله الفنية والموسيقية. وأكد جلالته خلال اللقاء أن الفعاليات الثقافية والفنية تجمع بين مجتمعات العالم وشعوبه لمزيد من التواصل والتعاون.
وقد ألقى الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة الثقافة والآثار كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن تشرفه بالوقوف أمام جلالة الملك المعظم مجددا التقدير والامتنان لجلالته على الدعم المستمر للفنون والثقافة في البحرين، مؤكدا تواصل الجهود لترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز للالتقاء والتبادل الثقافي. وأضاف أن رؤية جلالة الملك المعظم لتعزيز البنية الثقافية البحرينية لاستضافة العروض العالمية من خلال الدعم المباشر والسخي لإنشاء مسرح البحرين الوطني ومسرح الدانة قد أحدثت تقدما ملموسا في المشهد الثقافي في البحرين والمنطقة، مشددا أن دعم جلالة الملك المعظم أكد مكانة مملكة البحرين في المنطقة كوجهة بارزة تحظى فيها الموسيقى بجميع أنماطها بالتقدير والاستمتاع، مضيفا أن برنامج ربيع الثقافة هذا العام بدعم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أظهر أن البحرين منصة تحتضن الموسيقى الشعبية والكلاسيكية والحديثة والمعاصرة وتسخير التأثير الإيجابي للموسيقى على المجتمع كوسيلة من وسائل التواصل مع العالم. In society as a medium of global connectivity. The performance of a radio last year here in Bahrain showed the lasting impact of these shows, with millions of views online, reaching a wider audience globally. A testament to his unique touch, visible through the audience's warm engagement. We greatly appreciated the incorporation of Bahrain's rich and diverse musical heritage in that performance, and we are certain that the performance tomorrow will have an even broader impact. Your Majesty, Bahrain's pioneering position in musical heritage thrives through your cultural vision and unconditional support, further positioning Bahrain on the global stage. I would like to take this valuable opportunity to express my sincere gratitude and admiration as I stand before you committed in strengthening Bahrain as a cultural destination. Thank you for your attention, Your Majesty. من جهته أعرب الموسيقار أندري ريو عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على ما لقيه من ترحيب وضيافة، وعن سعادته بزيارة المملكة وإقامة هذا الحفل الموسيقي للعام الثاني على التوالي، متمنيا لشعب البحرين دوام التقدم والرقي.